اللي احنا عملناها ده يا باشمهندسين اسمه الاستاتيكال سيستم. حطينا اماكن الاعمده المقترحه من غير مقاسات لسه، وحطينا اماكن الكاميرات، قلنا هنامن السلم بتاعنا بكام كاميرا؟ باربع كاميرات، ولو في باكي نعرف نعملها سلم سلم نعملها، وطبعا ونحطها انشائيا مظبوطه، الكاميرا الثانويه محموله على الكاميرا الرئيسيه. وفي نفس الوقت لو انا عندي جار زي ده كده، اوعى اضيع فرصه ان انا ما اعملش مارجنال بيم اللي هي الكاميرا المحيطيه للفلات سلاب او كاميرا حوالين الفلات سلاب. والمناور لو عرفت اعمل يبقى خير وبركه. يعني على فكره السبب الرئيسي اللي مخليني اعمل سوليد سلاب هنا مش الحمام، هو المنور. طب يعني انتوا مركزين؟ تعالوا نشوف المعماري تاني، تعالوا نبص على المعماري تاني. تعالوا كده نفتح السون نقول له ال ايه وامتى، ونقف على اي لير منهم يا باشمهندسين، اي لير منهم وكنترول ايه، علم على كله واضغط على واحده مقفوله تلاقي كله اتفتح، بدل ما تقعد تمشي على واحده واحده تفتحها من اللير يعني. ماشي، شايفين الجزء ده كده ايه؟ الاوليون اوليون، صح صح نسيت ليون. شايفين الجزء ده حمام، حمام انا عملت سوليد سلاب. انا السبب الرئيسي اصلا انا عملت سوليد سلاب مش هو الحمام، هو المنور، ان انا عاوز احط حوالين المنور ده كاميرات. عشان احط حوالين المنور ده كاميرا فهمشي كاميرا من هنا لغايه هنا. يعني بصوا يا باشمهندسين، تعالوا نفتح بين 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 اهو، وتعالوا شايفين من اول هنا لهنا هعمل كاميرا، من هنا لغايه هنا هعمل كاميرا، ومن هنا لغايه هنا هعمل كاميرا، وبعدين احط عليهم كاميرا عشان اامن المنور بتاعي بايه؟ باربع كاميرات. لقيت انا ما فاضلش عشان تبقى سوليد سلاب الا كاميرا هنا بس، فحطيتها وخلاص. يعني انا اصلا ما عملتهاش سوليد سلاب عشان انا عاوز الجزء ده سوليد سلاب ولا حاجه، لا، عشان المنور اامنه باربع كاميرات بس. لما لقيتها اتقفلت شكلها بايخ قوي بقى، انك انت تحطها رقيقتين حديد وانت اصلا محوطها بثلاث كاميرات، طب ما تحط الرابعه واعملها سوليد سلاب يعني. ما يعني ما جاتش على دي بقى، ما انت كده كده كلفت ثلاث كاميرات، فاضل كاميرا رابعه وتبقى سوليد سلاب، خلاص احط الكاميرا الرابعه. شايفين يعني طريقه التفكير في الديزاين دي مهمه جدا. نبص تاني كده، وفي الاخر خالص بيكون هو ده النظام الانشائي بتاعك. لو انت عاوز فلات سلاب ولو انت عاوز سوليد سلاب هيبقى بالشكل ده برضه. الكاميرا الرئيسيه، الكاميرا الرئيسيه شايله الكاميرا الثانويه، واوعى تنسى طبعا وتعك في اي حاجه من الحاجات دي كلها. والكانتريفر، الكانتريفر شايل الكاميرا دي، يعني توزيع الكاميرات دي ده مهم بقى جدا، ده اسمه الاستاتيكال سيستم. يعني بعد ما حطيت اماكن الاعمده المقترحه لازم الكاميرات نفسها تكون مظبوطه. يعني ما الاقيش حد يا باشمهندسين عامل امر فيلت كده ووصل لي دول بدول كده، دي حضرتك حيطه مش كاميرا، دي ما اسمهاش كاميرا، دي اسمها حيطه. ايه اللي عرفني انها حيطه؟ بالتفاصيل المعماريه اللي احنا خدناها اول محاضره مع بعض، فاكرين؟ لا، واوعى حد برضه يعمل عامل دي كده، حضرتك دي دايره في الهواء كده، ما ينفعش. واصله ولا مش واصله؟ طيب خدوا بالكم برضو امر من الاوامر اللذيذه، كنا احنا قلناها مع بعض، ان انا لو انا شغال لو انا شغال بامر تريم، لو انا شغال بامر اكستنت او امر تريم وعاوز اعكس واحد منهم بضغط شيفت. يعني انا دلوقتي شغال بامر ايه؟ اكستنت اهو. طب انا عاوز اقطع بقى، بدل ما ادوس تي ار وانتر ادني على نفس الامر بقى، بس ادني ضغط على شيفت. بالضغط على شيفت تلاقي الامر بتاعك شغال زي ما هو، خلاص واصل دي خلاص كده. بدل ما اقعد اي اكس وانتر انتر او تي ار انتر انتر عشان احول من التريم لاكستنت، انا محتاج الاثنين، محتاج اقطع ومحتاج اوصل. لو انا وصلت وكنت بقطع اوصلهم عادي، واصله الحته دي خلاص. تعالوا نشتغل في المشروع اللي هو اصلا بتاعنا. طبعا ده انتوا فاكرينه، احنا يعني اتكلمنا عليه بما فيه كفايه المشروع ده. ايه ده؟ حطيت الخطوط دي هي كاميرات يا باشمهندس، دي خطوط الكاميرات. الخط ده خط كاميرا، الخطين اللي جنب بعض دول اللي هي بسمك 12 سم، ده خط كاميرا، ودي خط كاميرا، وده خط كاميرا. عشان انا عاوز اعمل النظام الانشائي سوليد سلاب، لكن لو انا هعمل العماره دي فلات سلاب هتكون بالشكل ده كده خلاص. اطفي لك بس دي عشان تشوفها كويس اهو، بس كده كاميرات دائريه بس، وكاميرات حوالين السلم وخلاص كده. واصله كده الموضوع؟ لو في مشكله اقول، انا مش الموضوع مش نعيد تاني، مش مشكله. ماشي طيب، المشروع بتاعنا ده طبعا ده اللي احنا شفناه مع بعض. لو انتوا فاكرين اللي احنا قلنا في شقتين وشقه من الناحيه دي عامله ازاي، ده اللي احنا اصلا عملنا عليه المعطيات المعماريه. لو انتوا فاكرين، لو هتوضح اكتر من الشاشه عندكم على فكره، يعني الشاشه واضحه اكتر كمان من الـ واضحه اكتر من الـ
من الداتا شو الشاشات يا باشمهندسين واضحه احسن من هنا، الشاشات بتاعت الاجهزه واضحه احسن من هنا. يعني ممكن الاثنين اللي قدامي يكونوا مركزين بس فيها، بس اللي باقي احسن. بص على الشاشه، بص على الشاشه بتاعت الجهاز. خليك بص يا اسامه، بص يا محمود احسن على الجهاز. سيب بس حتى احمد ومحمود قدامي، هتشوف احسن لو قعدت قدام الاجهزه. وانت يا محمد شايف كده كويس؟ الرؤية احسن على الاجهزه. خلاص اللي عينه تعبانه ولا حاجه خلاص يركز معايا، مش مشكله معايا. اوعى تفصله، ولو فصلت ارفع ايدك على طول. لا لا ده لسه بدري قوي، انتوا طمعانين. طيب ده المشروع بتاعنا يا باشمهندسين، و انا ما جبتلكوش ليه المشروع ده من الاول بنشتغل عليه؟ ان ده برج هنعمله 14 دور، وبما انه برج وهنعمله 14 دور لازم يكون المعماري معماري شاطر ويكون عارف تصميم الابراج عامله ازاي، ويكون عارف ان المبنى بتاعي عشان يكون مقاوم للرياح ومقاوم للزلازل بالشكل اللي انا اسمع السبوره ده كده. ده المبنى بتاعي اهو. وانا فاكر جايب لي انا قلم. ماشي. ده المبنى بتاعي اهو. لا ركز على السبوره الحته دي. ده المنشا بتاعي اهو. ده المنشا بتاعي اهو. الشكل ده كده. بما ان المنشا بتاعي اكتر من خمس او ست ادوار وليها ليميتس ثانيه هنتكلم عليها ان شاء الله لما نشتغل في الزلازل او انتوا عرفتوها يعني. المنشا ده لازم يكون فيه عناصر انشائيه تتحمل الاحمال الجانبيه او تتحمل اللاترال. ايه العناصر الانشائيه اللي تتحمل الاحمال الجانبيه؟ شير وول والكورز، صح؟ في حاجه ثانيه؟ في حاجات ثانيه بس هي يعني مش مشهوره ومش موجوده. في حاجه اسمها الكابل شير وول او الكابل سيستم. معرفش برضه انتوا خدتوا الكلام ده في الزلازل ولا ما خدتوش؟ البريست فريم بس مش كتير، يعني مش هيكمل معاك كتير، يعني مش هيطلع معاك كتير. انتوا عارفين اصلا فاكرين البريسنج بتاع الستيل؟ ده نظام من الانظمه المقاومه للرياح والزلازل. يعني ممكن يتعمل في المباني الخرسانه او مباني الكرومز، يعني المباني اللي هي مباني الستيل والخرسانه المشتركه في الستيل والخرسانه. ان يكون المبنى بتاعي كده وهو يحط فيه فيرتيكال بريسنج. ده بتوع الستيل. ده بتوع الستيل. السيف خالص. باشمهندسه اسمها ايه؟ مفيش حد هنا معايا، مفيش باشمهندسه معايا، عامل كده ستيم. صح؟ ايوه تمام. فالبريسنج خلاص انت كده بتتكلم معايا خلاص. فالبريسنج ده يعتبر نظام من الانظمه المقاومه للرياح والزلازل. طيب خلاص احنا هنشتغل على العادي بقى. خلاص احنا هنشتغل على الشغل العادي بتاعنا اللي هو الشيل وول والكورس، الشغل المشهور بتاعنا. ركزوا عشان يكون في يكون المبنى بتاعي مقاوم للزلازل والرياح على الاقل. ركزوا معايا على الاقل عشان مبدئيا بس ابدا التصميم لازم على الاقل يكون في كل اتجاه من اتجاهات المبنى يكون فيه على الاقل 2 شيل وول على الاقل كبدايه بس. لكن هو هيطلع فيها اكتر من كده طبعا بكتير، بس كبدايه. لو انا شفت المعماري ولقيت المعماري مش حاطط كده لازم ارجع انا اعدلها ازاي؟ ان انا اعمل كاني بعمل نظام شيء من الاول بقى. هو حاطط لي اعمده بص كده هتلاقي حاطط جوه اعمده. بس الاعمده دي انا لازم ارجعها كمهندس يا باشمهندسين، مش فكره ان انا برسم على شغل المعماري هو اصلا لا دارس استراكشر ولا دارس خرسانه. عشان كده بنتعلم ازاي لما يكون عندي منشا من البدايه بنحط له سنتر سيستم. هو ده السبب، مش رخامه يعني. ما انا عارف ان معظم المشاريع اللي معاك اصلا فيها اماكن الاعمده. بس حد فكر يرجع يمسح الاعمده؟ ولو هو مكان المهندس ده كان هو حاطط اعمده عامله ازاي؟ انتوا عارفين احيانا اصلا في المكاتب بنعمل ايه كمان؟ احيانا بيجي لنا مشروع مش معمول فيه اماكن اعمده. بقوم جاي اعمل انا نظام انشائي وما اوريهوش لزميلي اللي معايا، اقول له خد بس يا باشمهندس وريني كده ايه رايك في اماكن الاعمده ليه؟ ونقعد مع بعض. طب انت ليه حاطط عمود هنا مش عمود هنا؟ جاي هو يفكر في فكره او يحط مكان في عمود احسن من اللي انا حاطه، وساعتها امشي بالنظام الانشائي بتاعه مش بتاعنا. الفكره كلها ان انت وده السبب اللي انا قلت لكم حاولوا تشتغلوا مع بعض احسن عشان تطلعوا حاجه احسن ما يكون. ممكن حاجه تكون فاتت عن حد، يعني حكايه العمود المربع ده كان ممكن يفوت على بعض الناس. حكايه انك تلف عمود في اي اتجاه دي برضه ممكن تفوت على حد. فلما احنا بنقعد مع بعض ونتشاور كده بنطلع نظام انشائي احسن من بتاع المعماري طبعا. طيب فالشير وول انا عندي ده اتجاه المبنى، فعلى الاقل يكون في شير وول كده ونكملها في المنشا كله طبعا. بالشكل ده يكون في شيء كده، دول الاثنين هم بالشكل ده كده، ويكون في الاتجاه ده
كتير وول كده طبعا كاملة برضه كده يكون في على الاقل شير وول ما يكونش ما يكون يعني بغض النظر عن الماس انتوا عارفين اصلا الشير وول بتبدا بأسهم من كام؟ من خمس مرات عرض العمود. يعني ازاي اعتبر اعتبر ان دي شير وول ولا عمود؟ اه 5 بي. يعني انا لو عندي عمود كده ليه عرض بي، لو كان الطول ده لو كان ال ده اكبر من 5 بي اكبر منها ويساوي على فكره اكبر منها ويساوي 5 بي يبقى شير وول. يعني لو عرض ده 30 لو دي بقت متر ونص تبقى شير وول. يعني لو عرض ده 30 دي متر ونص تبقى شير وول. وخدوا بالكم ليها تمثيل مختلف عن تمثيل العمود. العمود بتمثل خط واحد في برامج الاناليسيس برامج الفاينانس ايمنت كلها، لكن الشير وول بتترسم مجسم كامل شير وول حتت كبيره، وهوريكم الكلام ده لما نشتغل ان شاء الله في الانتاج. دول كده الشير وول. طب حاجه ثانيه مهمه كمان انك لازم تشوف ان كل مبنى ليه اتجاه قوي وليه اتجاه ضعيف. كل مبنى في الدنيا ليه اتجاه قوي وليه اتجاه ضعيف. الاتجاه الضعيف هو اتجاه البعد الصغير، انتوا عارفين اي شكل ليه طول وعرض. العرض الصغير ده دايما ضعيف، ليه ضعيف بقى؟ وانتوا المفروض عارفين الكلام ده كويس، حاجه مثلا الشكل ده كده ده المنشأ بتاعي هو ايه؟ ده عرض وده طول، مين الضعيف؟ الاتجاه ده. يعني يا باشمهندس لو انا ده المنشأ بتاعي وجت عليه ارسي كول كده احسن ولا تيجي عليه كده احسن؟ كده تأثير الاسلوب هيبقى احسن، بس طبعا انا مش ضامن ارسي كول ما ممكن تيجي كده ممكن تيجي كده، فبالتالي لازم الاتجاه الضعيف ده أأمنه أكتر من الاتجاه القوي، ده اتجاه قوي جدا. فلازم الاتجاه الضعيف يا باشمهندس محمود ولخبطة الشير وول، لازم الاتجاه الضعيف ده نكمل أسف باشمهندس أمير اللي هي غلطة خلاص يا باشمهندس فلازم الاتجاه الضعيف يكون مؤمن، الاتجاه الضعيف يكون مؤمن، الاتجاه الضعيف ده اللي هو ده. طيب يكون مؤمن ازاي بقى يا باشمهندس؟ طيب فين هنا الاتجاه الضعيف بتاع المبنى؟ لو احنا قلنا ان دي 20 دي 20 كده وقلنا ده 12 فين الاتجاه الضعيف؟ ده هو ال 12 اللي هو لو جه عليه فورس كده هتبقى سلوك المنشأ هيبقى اخطر من ان الفورس تيجي عليه كده. معايا الحته دي ولا مش معايا؟ هو ده مهم معايا يا باشمهندسين؟ طيب يبقى انا لازم هنا يكون عندي من الاتجاه الضعيف ده شيل وول زياده شويه ازيد من الاتجاه ده او على الاقل كور. يعني ممكن كمان اعمل ايه كمان؟ ممكن يكون عندي منشأ بشكل ده كده فين الاتجاه الضعيف اللي هو الصغير ده؟ يبقى انا محتاج الكور بتاعي يكون بالشكل ده، رجلين الكور تكون كده صح؟ معايا كده؟ يبقى انا محتاج كور، والكور ده طبعا بيكمل معايا بالمنشأ لغايه من البدايه لغايه تحت خالص. لو في كور يأمن لي المنشأ بتاعي تماما في الاتجاه الضعيف. وميزه الكور ايه بقى؟ ميزه الكور عن الشير وول ان بيأمن الاتجاهين، لانه بيشتغل حلو في الاتجاه ده وبيشتغل حلو في الاتجاه ده، عكس الشير وول، الشير وول بيشتغل حلو في الاتجاه ده، لكن بيشتغل وحش في الاتجاه ده. يعني انا لو عندي شير وول سلوكه نفس سلوك المبنى تقريبا، ليها اتجاه ضعيف ليها اتجاه قوي. الاتجاه الضعيف بتاعها ما يشتغلش كويس، اللي بيشتغل هو القوي. فاهمين؟ فانا تعالوا بقى بعد ما شفنا الحاجات دي تعالوا عندنا بلان بالشكل ده وده بروز اهو ده بروز اهو وعندي انا مثلا من هنا بروز برضه بالشكل ده كده وهنا بار وده بار ماشي السلم بتاع المنشا بتاعي ده هنا فين الاتجاه الضعيف لما تنزيل المبنى ده؟ ده الاتجاه الضعيف اللي هو العرض الصغير اللي هو مثلا 15 وده كده مثلا 25 صح؟ ده الاتجاه الضعيف. حد مختلف معايا؟ يبقى انا لما اجي احط لازم اكون الشير وول اللي هنا كده الشير وول اهو في الاتجاه ده كده وتكون في الاتجاه ده الشير وول انا مش هعملها دلوقتي اللي هيعملها ما بتقومش اللي بيقوم الشير وول والكروز ممكن احط كده كمان او ان اعمل هنا في وسط السلم ده فور عباره عن ثلاثه شير وول مربوطين ببعض معايا يا باشمهندس يكون ثلاثه شير وول مربوطين ببعض والاتجاه القوي اللي هو الاتجاه ده يعني دلوقتي لو بكي فورس كده وفورس كده هتبهدل المبنى عشان تضمن انها ما تبهدلش المبنى زود الشير وول اللي هتقاومها اول ما تبهدلها كده هتلاقي العرض القوي للحيطه
فمش هتزقها غير لما تلاقي العرض ضعيف الحزب. فاهمين؟ طيب الاتجاه الثاني اللي هو الاتجاه ده، ده اتجاه قوي، خطورته عندي مش زي خطورته الاتجاه الضعيف. ممكن عادي تشيل هول كده وتشيل هول كده خلاص، اهم المشكله. لكن انا محتاج هنا سته ومحتاج هنا اربعه بس. كبصوره مبدئيا لسه اصلا ما اعرفش الاتجاه كام، انا لسه هشوف الديسبليسمنت الازاحه اللي جايه من الزلازل قد ايه. الاتجاه الضعيف ده 15. لا انا مش واخد بالي الحركه بتاعته في الاتجاه الثاني، لكن انا هحطه في الاتجاه الاتجاه. يعني مش مثلا الشير هول بتاعتي تبقى موازيه لل 15. يعني الشير هول بتقوم في الموازي. بتقوم في الموازي مش في العمود. يعني انا بشوف الاتجاه الضعيف فين واحط الموازيات ليه. هي كده ولا انت ولا الدنيا متلخبطه؟ قولي يا فندم ما فيش حاجه، قولي ونعيد تاني. يعني انا في الاتجاه الضعيف بحط لها موازيات. ازاي كده بتقوم في الموازي؟ وهو كده يعني هو ازاي كده بتقوم في الموازي؟ هو عشان هقول لك انا ازاي بتبقى هادي الكشوف بتاعتي. اهو بص يا باشمهندس ده بتقوم في الاتجاه 25 و 15 اللي هي دي كده دي. دي في الاتجاه 15. دي؟ ايوه دي بتقوم كده، يعني دي بتقوم ازاي؟ 25. دي بتقوم كده، الفرس جالها كده. الفرس جالها كده اهو. انا في 55 هي دي الشيء اللي انا عاوز افهم عليه، والفرس جاي كده في الاتجاه الضعيف، بتاثر كده في الاتجاه الضعيف. ده الاتجاه الضعيف بتاع المبنى. الشيء اللي دي بقى هتقوم ازاي؟ هتقوم كده، لكن مش هتقوم كده، كده ما تعرفش تقوم اصلا. لانها كده ده الضعيف بتاعها. شايفين ولا مش شايفين؟ ايوه. يبقى انا هحط الشيء اللي فين؟ موازي للضعيف. موازي للضعيف ده مهم عندي. حتى لو انا مخير في اتجاه السلم، على فكره لو انا مخير في اتجاه السلم ان السلم بتاعي يبقى كده او يبقى كده، لا احطه كده، احط رجلين احسن، ما هو ثلاث رجول، احط رجلين في الاتجاه الضعيف، يعني رجلي دي ورجلي دي كلهم في الاتجاه موازي للاتجاه الضعيف عشان يقوم احسن. طب ما لو ما حطيتش الشروط كده والاتجاه الضعيف بتاع الشروط فوق. لا سيبك من الاتجاه الضعيف، الشير هول حاجه والمنشأ حاجه ثانيه. الاتجاه الضعيف للشير هول ده بس هي هتشتغل قوي في الاتجاه ده. لما انا المهم عندي امن المنشأ. ما هو عشان كده هحط لها ده عشان لو جالها فرصه كده تعرف تقاوم برضه. ما هو الفرصه جايه من الاتجاهين. بس برضه بس مين الاضعف عندي؟ اللي هو الاتجاه ده للمنشأ، لكن الشير هول العكس للمنشأ. يعني الاتجاه الاضعف للشير هول العكس الاتجاه الاضعف للمنشأ. واصله ولا مش واصله؟ اتلخبطت؟ طيب يا باشمهندس انا عندي ده مبنى بتاعي اهو. ده مبنى بتاعي اهو. مين الاقوى؟ كده ولا كده؟ كده اقوى. يبقى انا محتاج عناصر انشائيه تتحط هنا تتحط تقاوم. طب لما احط العنصر احط لما العنصر ده احطه كده ولا احطه كده؟ كده طبعا. يبقى العنصر اتحط عكس المنشا. انتوا شايفين؟ تعالى تعالى يا باشمهندس احمد اقف معايا. ده الاتجاه الضعيف للمنشا. بس لما اجي احط شيل هول احطها كده ما هي مش هتعمل حاجه معايا. هو لما تيجي تزلازل كده مش هتعمل له حاجه، ما هتمشي معاه، ما هي ضعيفه هي كمان. لكن عشان تعمل حاجه لازم تبقى مشاكل. عشان لما كيلو واحد يلاقي حاجه قويه تمشي معاه وتروح معاه، تمشي معاه وتروح معاه. هو ده الاتجاه الضعيف والاتجاه الضعيف. عشان لو حد اتلخبط فيها ولا حاجه. الاتجاه الصغير بص كده بقى بص مع اتجاه صغير في الشير وول يبقى مع اتجاه فوق. اتجاه فوق مع اتجاه صغير في الشير وول موازي. ايوه ما هي كده ماشي. انا ماشي معلش هي القوه كده في الاتجاه، القوه كده في الاتجاه الفني. خلاص انا مسكت، انا مش بتكلمش حد في السؤال ولا لو سال ماشي كمل. القوه كده مش موازي 15 كده. موازي 15 صح ماشي مع 15 موازي 15. انا عملت عموديه على 25 عموديه على 25 وانا عملت شير وول موازي للايه؟ 15. طيب ماشي ده ماشي. بص يا شباب، طيب انا دلوقتي المطلوب مني ان انا اراجع النظام الانشائي محطوط للاسف، يعني محطوط خلاص، محتاج اعمل له بس مراجعه سريعه وابص عليه كام بصه كده عشان ابص عليه. الدنيا مظلمه في البلان، يعني البلان بتاعي يعني زي ما انتم شايفين الدنيا مظلمه. طب افتحها ازاي؟ بلاي ايه؟ اوف واطفي اللي هيضايقني. عملت انا امر ليه اوف اهو وطفي، وتعالى على دول كده وطفيهم، وعلى الطعام وطفيه، وعلى الهاتش ده مش محتاجه في حاجه برده، والدايمنشن لا يو انتر معموله في معموله في نفس اللير. تعالى كده دي
ماشي الحمد لله ما عملش حاجه. تعال على المعيشه دي معموله في نفس اللير في لير البروز ده يو انتر لازم ارجع لها تاني ماشي لحد كده كفايه. او امسح الدايمنشن اللي موجوده في الرسمه اه دي دي ايه او فلتر اعمل اف اي وانتر واقول له اختار لي كل ما هو دايمنشن اهو بصوا وديليت ديليت 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 ما عدا كلمه دايمنشن اقول له ابلاي وبعدين انتر اي وانتر مسح لي كل الدايمنشن اللي عندي في الرسمه خلاص كده خلصت من الدايمنشن عندي. او الدي دي ايه اللي انا عملتها لكم المره اللي فاتت زي ما الباشمهندس بيقول تمام ان انا عاوز امسح الدايمنشن الموجوده في الرسمه فعملت امر فلتر. الفلتر ده اللي هو الدي دي ايه اللي هو بيحرر الخط بستفيد منه ان هو بيختار الدايمنشن وارجع اعمل حاجه اسمها سيلكت بريفيوس واختاره. خليك في ده اسهل ماشي بس هو بالنسبه لي انا الثاني اسرع بكتير. انا اصلا ما بشتغلش بده خالص يعني شايفين اهو دي دي اي انتر علم على ده وانتر وبعدين سيلكت وبعدين بي وانتر اختارهم اي وانتر الثاني خليكم في الثاني. يعني لو ده لو ده ما هو انتوا ممكن تسمعوه بس عشان سيب ممكن تسمعوا الفيديو وتوقفوا ممكن تسمعوا الفيديو وتوقفوا الامر وتعيدوه ثاني وتعملوه بايديكم وان ما ينفعش عيدوا الفيديو ثاني ورجعوه ثاني. يعني الناس ما يعني الناس ما تقفلش دماغها. يعني هو لو انت عاوز لو انت في لو انا اديتك اثنين اوبشن لامر معين انا عاوز تعمل الاثنين اصلا. يعني عاوز تتعلم الاثنين ما تعلمش الاثنين ليه يعني؟ يعني لو في امر ما جاش معاك مش متخيله بعيده في عيده جرب تاني. تعالوا نعمل امر تاني كنترول زد اهو عشان الباشمهندسه ونقول له دي دي اي بيعمل ايه الامر ده؟ بيعمل ريليس بيحرر الخطوط الدايمنشن من بعضها خلاص بيختار اول ما بعلم على الرسمه كلها ما بيختارش حاجه الا الدايمنشن اقول له انتر خلاص كانه ما عملش حاجه خالص كده. في امر اسمه سيلكت بريفيوس بيختار الحاجه اللي انت اخترتها قبل كده اسمه سيلكت اس اي اهو سيلكت اهو شايفين سيلكت اهو واخترت على سيلكت وبي وانتر انتر كمان يختاره ما عملش حاجه اصلا غير انه اختاره. طب لو في حاجه انا مختارها عاوز اعمل لها امسحها اعملها ايه؟ اي وانتر. فدي دي ميزه الامر ده بس لكن انت الامر الثاني الاسهل معاك استخدمه مش هتفرق معايا. طيب بعد كده بقى تعالى نبص على الاعمده لاحسن يكون الراجل ايه مرخم ولا حاجه. انا هبص على الاعمده ازاي؟ هعمل دايمنشن صح؟ وتعالى كده من هنا لغايه هنا لغايه نص العمود. العمود ده كام؟ 3 84 ماشي يعني الحمد لله حلو. هعمل دايمنشن ثاني؟ لا هعمل هعمل ايه؟ كونتينيو. اشمعنى كونتينيو بالذات؟ عشان هو ده اللي هيريحني واخلص. بص كده كلهم مظبوطين كلهم في رينج 3 و6 متر. بنراجع الاوامر اللي احنا خدناها قبل كده مع بعض اهو. كلهم في رينج الايه؟ حلو كده. بره انا لما براجع عشان ما الخبطش نفسي اراجع حاجه حاجه راجع اللي بره الاول وبعدين ارجع راجع اللي جوه. طيب تعالى اعمل هنا امر دايمنشن يا باشمهندس. ماشي. او كنا اخترناه من هنا اسف. بعدين من هنا لغايه هنا مقاس اهو. وبعدين اقول له دايمنشن كونتينيو. اهو لغايه هنا ومن هنا لغايه هنا. طبعا الحاجات دي مفيده جدا في الرسومات اللي هي ابعادها كبيره. يعني انا لو شغال بقى في بلان كبير وعاوز اراجعه مش خطين ثلاثة بس الدايمنشن بتعمله ده انت بتعمل 20 خط عندكم. يعني البلان بتاعتكم تقريبا معظمها كبير. عشان تراجع بقى الدايمنشن دي الاوامر الصغيره والبسيطه اللي زي دي ازاي تعمل كونتينيو للدايمنشن والكلام ده بتسهل عليك شغل جامد يا فرنسين. قول ايه؟ قول ايه؟ ما عشان هي انت عملت الغلطه اللي انا عملتها اول مره خالص ان انت بتشتغل على لير مطفيه لازم تفتحيها او تغير اللير اللي شغال عليها. يعني يا تفتح اللير تاني يا تغير اللير وتقسم على تاخد دايمنشن على لير تاني لان انت لو خدت دايمنشن على لير مقفوله ما بيظهرش الدايمنشن اصلا لان هي لير مقفوله. معايا؟ طيب الرينج موجود؟ اه الرينج موجود مفيش مشكله خالص. ماشي تعالوا كده برده من هنا لهنا. وعلى فكره مش ضروري بالظبط قوي يا باشمهندسين. يعني هو يفضل انك انت لغايه سنتر العمود بس مش شرط سنتر العمود ولا حاجه يعني مش تفرق كتير يعني انتوا فاهمين؟ يعني مش شرط سنتر العمود انا بركز في اي مسافه خلاص. يعني المهم المسافات بتكون بين الاعمده تكون في الرينج بتاعي اللي هو كام؟ من 3 ل 6 متر. ده كبير شويه بس ده شير وول خلاص بقى. تعالى كده من هنا لغايه هنا كام؟ 5 متر ونص خلاص معقول. ما اصل الشير وول بصراحه الحاجه الوحيده اللي ما ينفعش تقاس بالسنتر لانك انت كده بتظلم المبنى. لانك انت لو قست الشير وول من السنتر ده هي اصلا مش بروسها 30 سم يمين و30 سم شمال ده عامله 2 متر يمين و2 متر شمال زي ما احنا هنشوف دلوقتي. كانها عمودين في بعض. صح؟ كانها عمودين في بعض. واضح كده؟ مفيش مشكله هنا. طبعا مفيش بالنظر يا باشمهندس.
عشان لو غلطت في حاجه زي دي ممكن انت تعيد التصميم بتاعك كله تاني. طيب دي كام؟ دي كبيره بس برضو دول هيطلعوا شيل وول في الاخر. المسافات اللي بينهم كام؟ 5 متر و20. ماشي. طيب من هنا لهنا برضو من السنتر كده لغايه الاخر كام؟ 6 متر و13. طيب يبقى دي هنخليها رقم شيل وول، ما هي دي تبقى شيل وول من ناحيتين و5 متر و30. تمام. طبعا انا قبل ما اشتغل ديزاين انا فاهم ان ابعاد العمدان بتاعتي مش 30 في 60 و30 في 70، ده اقل عمود ممكن احطه هو 30 في متر، اقل عمود اللي كام. بعد كده العمود اللي جوه 2 متر و3 متر ودنيا بقى، يعني مش الموضوع مش واقف بس على 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 متر على متر و20 سم ولا متر و30 سم. الكلام ده بنتكلم فيه في الحاجات الصغيره، لكن انت لما تيجي تشوف الرياكشن بتاع العمود بتلاقي مثلا 500 طن مثلا ولا 300 طن، ده بيطلع ابعاد عامله ازاي؟ بيطلع ابعاد كبيره. فما يعني ما تقلقوش، لا تشيل هو دي مش مشكله. طيب ايه تاني بقى يا باشمهندسين؟ طيب امننا كده. طيب نبص كده يا باشمهندسين على منطقه السلم. منطقه السلم دي دايما بخاف منها ودايما بنعمل لها حساب. زي ما قلنا قبل كده منطقه السلم دي زي ما انتم شايفين كده، هو حاطط هنا شيل وول كبير قوي. وبعدين المعماري ده راجل محترم، واحنا شفنا المعماري ده قبل كده، انتوا فاكرين احنا شفنا المعماري ده قبل كده، عامل كل التفاصيل، حتى منقط لك خط ومعمل لك خط سوليد وعامل لك اتجاه السلم عشان انت ما تتلخبطش لو عاوز تحط الاشاير، والاسانسير عامله لك مظبوط والابعاد كويسه مفيش مشكله، بس هو فاتت عليه فوق حاجه غلطه صغيره قوي. شايفين شايفين العمود ده الباب ده مقاسه كام؟ هو ينفع باب شقه يكون متر؟ لا، اقل باب شقه هو متر و20. يبقى لازم حضرتك تعمل استرتش كده، لازم تعمل استرتش لدول كده. هو عامل سبيرت هاتش، فانا موصل الهاتش، فانا لازم اجي اعمل على الاوبشن ده واعمل سبيرت هاتش يا باشمهندسين. انا جيت اضغط، بصوا عشان بس انا جيت اضغط لقيت الهاتشين دول ماشيين مع بعض. طب انا مش عاوز امشيهم مع بعض، اعمل ايه؟ اجي من على الاوبشن واقول له سبيرت هاتش، افصل لي الهاتشات دي بدل ما افجرها ويتحولوا لخطوط. ماشي. طيب علي تعالى من هنا كده واقول له استرتش، وتعالى يا عم وقفها لي لغايه هنا بس كده. اللي بتاع ما اتحركتش مش مشكله، نيجي من النص هنا نحركها لغايه هنا بس. المقاس الباب كام دلوقتي؟ متر 40. حلو ولا مش حلو؟ حلو قوي. خلاص شفتوا بقى اهميه ان احنا نكون عارفين مقاسات الحاجات ولا لا؟ لاحسن انت كمان تقوم جاي مزودها عليه، مخلي الباب 80 سم، ايه يتنفس تلاقي الدنيا اتعكت خالص. وتكسير العناصر الانشائيه خطر جدا، تكسير العناصر الانشائيه خطر جدا، يعني انت بس تمسك عمود وتكسر فيه ده يعني حاجه في منتهى الصعوبه، ممكن يعمل خلل في المنشا كله اصلا. فالموضوع ده مهم جدا انك انت تكون مركز فيه من البدايه. طيب السلم، المبنى ده فيه سلمين زي ما احنا قلنا قبل كده، سلم عادي وسلم هروب. السلم العادي المفروض يكون عندي هنا 4 كاميرات. انا عندي طبعا هنا كور كانه عمودين، يعني انتوا فاهمين؟ كانه عمود هنا كده، وكانه عمود من هنا، فخلاص هو يعتبر كده من هنا عمود ومن هنا عمود ومن هنا عمود. بس المشكله ان العمود ده مش هنا بقى، العمود ده نازل هنا شويه. فيها مشكله؟ لا ما فيهاش مشكله، بس انتبه ان في حاجه، ان 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 قلبه السلم دي، شايفين الجزء ده كده؟ ركزوا معايا يا باشمهندسين، قلبه السلم دي مش منسوب اصلا للبلاطه دي، انتوا فاهمين؟ ده اسمه منسوب نص الدور. ده معنى ايه بقى؟ ده معنى ايه يا باشمهندس؟ قلب السلم اهي النازل بتاعها وده الطالع بتاعها اهو، تمام؟ انا عندي هنا شيل وول كبيره، اللي هي شيل وول الكبيره دي، وعندي هنا مش عندي هنا لا هو عندي هنا بلاطه في منسوب الدور، مش منسوب نص الدور، ده منسوب نص الدور، مش الدور 3 متر، دي متر ونص كده وفوق كمان متر ونص، عشان السلم بيوصل لغايه منسوب نص الدور، صح؟ العمود مفيش هنا عمود، هنا مفيش شيل وول بس، امال هنا هتعمل ايه؟ لازم تقول له كده ان انا احط هنا كاميرا على نص الدور توصل للشيل وول اللي هي معموله هنا كده. واصله ولا مش واصله؟ تعالوا بص عليها هنا، تعالوا بص عليها في الرسمه. بص الجزء ده كده يا باشمهندسين ده منسوب، اسمه منسوب نص الدور على منسوب متر ونص. حلو. ده منسوب تاني خالص اللي هو منسوب الدور العادي اللي هو 3 متر العاديين بتوع الدور عادي، اللي هو الجزء ده كده، ده منسوب 3 متر عادي اللي انا بقشره ده كله، كل ده منسوب 3 متر بالمناسبه، يعني اللي هو زي منسوب البلاطه دي عادي جدا، ما هو ده جزء من الشقه اصلا. لكن ده
ده اسمه منصوب نص الدور. انتوا عارفين القلبه بتطلع ازاي؟ بتطلع جزء وبعدين تطلع نص وبعدين تكمل تاني. فنص الدور ده لما يجي هنا، لما يجي هنا كده مش هيلاقي عنده عمود هنا، امال هيعمل ايه؟ لازم يقول له في الاستاتيكال سيستم ان في عندي كاميرا هتطلع من هنا توصل هنا عند نص الدور. فهمتوا؟ فهمتوا يا باشمهندسين؟ يعني انا هيبقى عندي كاميرا عند نص الدور موصوله. الكاميرا دي مش بتنافس مع السقف، ده بتنافس مع الاعمده. ما انا في اي منشا، في اي منشا لازم انفذ الاعمده الاول وبعدين احط السقف. احيانا كتير من المهندسين بيغلطوا في تنفيذ الغلطه دي وبيغلط معاهم بتاع التصميم. ايه هو؟ انه ينسى يكتب لهم ان الكاميرا دي اسمها تنفذ عن كاميرا عند منصوب نص الدور. تنفذ عند منصوب نص الدور. ويسيبها كده كاميرا كده واحده بس، يجي ينفذ سلم يلاقي السلم طاير في الهواء، ممسوك من ناحيه دي وهنا مش ممسوك خالص. ادي هنا معيار. تمام، ممسوك من هنا بس. ودي كلها كانتليفر مش منطقي طبعا. لازم يكون في عندي هنا عمود او يكون في حاجه شايله. يكون في حاجه شايله. تعالى اوريكم الكلام ده في لواء عشان تتخيلوه. شايفين دي يا باشمهندس؟ شايفين دي؟ كاميرا ايه؟ شايفين الكلمتين دول؟ ايه الكلمتين دول؟ الكلمتين دول انا كاتبهم في اللوحه اهم. بقول له يا باشمهندس اوعى تنسى ان انت عندك كاميرا ثانيه مع القلبه دي اسمها كاميرا مع منسوب تلت الدور، واعمل لي برضه كاميرا ثانيه مع منسوب الدور. يعني هنا في كاميرتين فوق بعض. كاميرا عند نص الدور وكاميرا عند منسوب الدور نفسه. تعالوا نفتح الباور بوينت بتاعنا ثاني. الجزء الخاص بالسلم فين؟ اهو. ركزوا بقى معايا هنا، ركزوا معايا هنا. بصوا ده كده، ده دور، ركزوا يا باشمهندسين. الناس اللي ما لاحظتش الموضوع ده تركزوا. حلو قوي. على كده بص يا باشمهندسين، ده كده دور صح؟ وده دور اللي بعده. حد مختلف معايا ان ده الدور وده الدور اللي بعده؟ امال ده ايه ده بقى؟ ده نص الدور. ما هو السلم بيطلع كده ويلاقي نص الدور ويطلع كده صح؟ الراجل بتاع التنفيذ بيقول له خد بالك اوعى تنسى ان انت هنا عند نص الدور ده البلاطه دي مش طايره، البلاطه دي فيها كاميرا اللي هي الكاميرا دي كده متوصله بالعمود، عشان لو الكاميرا دي مش موجوده يبقى البلاطه دي طايره في الهواء كده. وصلت كده الحته دي ولا مش وصلت؟ طيب واقول له كمان اعمل لي كاميرا هنا. ليه كاميرا هنا؟ عشان تشيل الحيطه بتاعت السلم. مش السلم ده ليه حيطه؟ شيل الحيطه بتاعت السلم وتربط الاعمده برده عند منصوب الدور. واضح الحته دي؟ باشمهندسين باشمهندس معايا صح؟ واصله الحته دي ولا مش واصله؟ ايه اسماء؟ ماشي خلاص. نرجع لرسمتنا تاني. تمام خلاص ماشي يا باشمهندس. وتعالى كده كنت ماشي. يبقى انا عندي هنا خلاص، انا ما عنديش مشكله. طيب تيجي نشوف السلم ده. السلم ده لو هيتعمل حديد، سلم الهروب ده ما فيش مشكله، بس لو هيتعمل خرسانه في مشكله. ليه في مشكله؟ لان سعادتك القلب الجزء ده كده، الجزء ده كده ما فيهوش عمود، هو بس متحط من هنا لهنا بس. طب وهنا؟ طب انا عشان امن نفسي انا وازود الاستيفنس بتاعت الكور، يعني ازود القوه بتاعت الكور، اعمل ايه؟ اقوم جاي عامل انا حيطه هنا، اقوم اقول له هنا ال وانتر، وعامل هنا خط واشوف الخط ده ينفع يتعمل الناحيه دي ولا ينفع يتعمل الناحيه دي. تعالوا نقيس الاسانسير. الاسانسير بتاعي احنا قلنا اقل بعد الاسانسير متر و30 صح؟ خلاص. ومن هنا لهنا دي كام؟
متر وسبعين. طب متر وثلاثين خلاص. السلم ده السلم ده للاسف يعني معمول على الحروف وثمانين سنتي. هوديه فين اكتر من كده؟ فما فيش حل ان انا اعمل كده. اعمل اوفست من الخط ده. هو الحيطه دي معموله 10 معموله 10 اخد اوفست هنا واعمله. طبعا السؤال بقى المهم هو انا اقل شيء الاول اعملها كام؟ اقل شيء الاول 25. احيانا بعض الناس بيعملوها 20 بس ده لا يفضل. الشيء الاول يا 25 يا 30 يا 35 يا 40. 20 دي بتبقى ضعيفه قوي الا اذا اضطريت انا كده زي ما قاس في مشكله ولا حاجه. طيب وبعدين اقول له خلاص تي ار انتر انتر. اه تعالى الجزء ده كده مانيش محتاجه في حاجه ماشي. وعشان ما انساش ان ده عمود معايا اقول له ايه؟ اعمله لي هاتش. انا لسه اصلا ما عملتش وقت المحاور والاعمده ولا حاجه بس يعني عشان بس ابقى فاكر افاكر ان ده عمود او ده جزء من شير وول. طبعا الشير وول كده بقت اقوى واحسن ولا مش احسن واقوى؟ بقت اقوى. انا استفدت منها استفادتين. اولا ان انا امنت السلم. ثانيا ان انا زودت الاستيفنس بتاع المنشأ بتاعي. صح ولا مش صح؟ صح. وانا كده المستفيد احسن يعني حتى لو هو يعمله حديد برضه اعمله. ايه المشكله يعني؟ طيب لو انتوا خدتوا بالكم يا باشمهندسين ان الراجل ده شاطر قوي. ليه شاطر قوي؟ مركزين في الـ في الـ في توزيع الشير وول والكور. شايف هو الله ينور عليه. شايف اصلا اتجاه ضعيف للمبنى انهي اتجاه؟ اتجاه الضعيف الاتجاه الضعيف للمبنى بتاعي هو ده. هو ده الاتجاه الضعيف. ده كده. لكن ده كده اتجاه قوي. صح ولا مش صح؟ زي ما احنا كنا عاملين نشرح دلوقتي. خلاص تمام. تعالى بقى كده شوف الراجل بقى بيفهم قد ايه. اولا عامل لك كور محترم قوي اهو. وعامل لك شير وول من هنا كبير قوي اهي بتاع 4 متر ولا حاجه. مش كده وبس. وكمان عامل لك تحت كام شير وول اهو. عامل لك هنا كام شير وول اهو. شايف دي؟ وشايف دي؟ وشايف دي؟ مركز هو قوي مع الاتجاه الضعيف، يعني هو مركز جدا مع الاتجاه الضعيف للمنشأ، يعني هو مركز ان الاتجاه الضعيف للمنشأ بتاعه يكون سيف. احيانا اصلا الحاجات اللي هو بيعملوها دي كمان ما بتكفيناش. ومقاومة رياح وزلازل، فبنضطر نيجي على حاجات من دول نقلبها. هناك مدرستان. في مدرستين في التصميم في الحاجات دي. ايه المدرسة الأولى؟ المدرسة الأولى إنه بيراجع التصميم. ويلاقي مثلا هنا اثنين شير وول وهنا اثنين شير وول وهنا في كور وهنا في كام شير وول يبدا التصميم على الوضع ده خلاص. يعني هو اطمن على السكن سيستم ولقى ان المسافات بتاعته كلها 3 و6 متر ولقى في كور في الاتجاه القوي ولقى في شير وول في الاتجاه الضعيف او كور اي حاجه خلاص بيبتدي يشتغل في الديزاين ويشوف نفسه الدنيا هتطلع معاه سيف ولا مش سيف. في بعض الناس لا يقول لك لا يا عم هو مش ده الاتجاه الضعيف مش هنا انا عندي 3 شير وول اهم لا تعالى نقلب اللي فوق دول كمان إذا كانوا ينفعوا. يعني إذا كانوا ينفعوا تعالى نقلب نخليهم في الاتجاه القوي، يعني أخلي الضرب بتاع الشير وول في الاتجاه القوي. تعالوا نبص كده بس دي ما نعرفش نعملها إلا إذا بصينا على الدور الأرضي والمتكرر. لو أنت بصيت هنا هتلاقي تقريبا دي ينفع تلف، لكن الاثنين دول ما ينفعوش يلفوا. عشان هتقفل الدنيا هنا، ما هو ده عامله لك مثلا محل ولا حاجة. تعالى نبص على البدروم، نفس الكلام، هو البدروم مخزن مش هيفرق كتير. لكن لو أنت لفيت دول هيقفل الدنيا. طيب هو انا ممكن اقفل الدنيا؟ اه. تقفل الدنيا امتى؟ لو كان الشير وول بتاعتك ان سيف او عندك الديسبليسمنت ان سيف ساعتها انا مضطر اعمل كده مش بمزاجي بقى. طيب يا باشمهندس هو انت حضرتك لما انت تيجي على العمود زي ده لما انت تيجي على العمود زي ده وتلفه له كده ما انت هتضايق له المحل ما يضيق وانا مالي. يعني انت هتضايق طبعا انتوا واخدين بالكم ان احنا عندنا هنا جار واحد فانتوا عندنا جار واحد وفي ثلاث شوارع فدخول المحل ده منين؟ من هنا. اقول له والله حضرتك اعملها اللي انت عاوزه اعملها هنا بقى اعملها هنا مكتبه يعني رفوف اعملها هنا اي حاجه انا مضطر اعمل عمود كده انا هعمل ايه؟ العمود ده لو اتلف غالبا مش هيعمل مشكله. العمود ده ممكن اضطر الفه وممكن اضطر الفه ممكن ففي ناس ليها وجهتين نظر يعني تعالى احنا نشتغل باول وجهه نظر الاول الوجهه النظر اللي هو هنشتغل على الوضع ده كده في شير وول في الاتجاه اكس اه في شير وول الاتجاه واي اه خلاص اشتغل على كده لغايه ما نشوف بقى الدنيا عامله ازاي الاذاعه بتاعت الزلازل عامله ازاي الدريفت بتاع المبنى عامل ازاي الاكسنتريست بتاعت المبنى عامله ازاي نشوف شويه الحاجات دول مع بعض كده وربنا يسترها ايه معانا في المبنى ده ماشي. اول حاجه هعملها عاوز اعمل نظام انشائي. عشان اعمل نظام انشائي هعمل ايه لنظام انشائي؟ تعالى نبص كده على دول هنلاقي ان انا محتاج كاميرات حوالين السلم والباكيتين دول صغيرين كده مش مستاهلين نعملهم سوليد سلاب
وبقيه البواكي نعملها فلات سلاب. طيب هنعمل الكلام ده ازاي؟ انا اولا محتاج الحدود الخارجيه للبلاطه. ونقف عند كلمه الحدود الخارجيه دي للبلاطه الله يستر. اوعى تيجي على حد البلاطه وتلغيه وتقول هو ده جبس ولا ده كرانيش وكل حاجه بارزه عندك في السقف هي خرسانه. هم عاوزين يعملوها يعملوها براحتهم، بس ما دام المعماري جاب لك حدود تلتزم بيها زمنيا وغالبا هي بتنفس كده. يعني احيانا بيبقى حاجات ليها علاقه بالواجهه، اللي هو يطلع عمود في الواجهه، يطلع حاجه، اي حاجه عندك تاخدها زمنيا ما تقلبش، يعني ما تجيش على كيرف وتبقى انت مزويه عشان هو مضايقك ولا مش على مزاجك مثلا. ما تجيش على دول اسمهم عمدان واجهه، يعني دول كده يا باشمهندسين بالمناسبه العمودين دول كده صغيرين دول عمدان واجهه. ما كنتش متسجل. لا متسجل. دول عمدان واجهه كده، هيطلعوا عمدان اللي بتشوفوها على الواجهات دي اللي هي بيعملوها رخام وشكل عمدان شمع كده، شمع. بتيجي عند ادوار معينه بتقف وبعدين تكمل ادوار ثانيه في الواجهات. مالك انت مالكش دعوه. انت تنفذ اللي موجود في اللوحه زي ما هو، البروز بتاعتك زي ما هي. ليه بقى؟ تعالوا نبص اللوحه اللي احنا كنا اللي احنا شفناها مع بعض. اهو تعالوا كده نبص، شايفين المعماري اللوحه بتنفذ ازاي؟ ده مقطع، يعني كل حاجه في الموقع سعادتك، كل حاجه عنده في اللوحه نفذها زي ما هي، فانت مالكش دعوه. يعني اوعى تفتكر ان لما يكون في شويه دورانات وشويه كسرات وشويه دخلات وشويه طلعات دي مش هتنفذ، لا تنفذ، ما هي متنفذه اهي. يعني اوعى تفتكروا ان لما يكون في حاجه عندكم فيها مشكله انت بتاخد الابعاد زي ما هي في المعماري بدون تقليل او بدون التاتش بتاعك. لو زودت على العماده اللي معموله كده بس لا طبعا غيرت المعماري. لا في الديزاين، لا في الديزاين حاجه ثانيه، انا بتكلم لما تطلع لوحه للتنفيذ في الموقع، ما هي لوحه تطلع للتنفيذ في الموقع. ما الناس دعوه يا باشمهندس محمد دلوقتي بمشكله المشروع. احنا بنتكلم دلوقتي على لوحه هتنفذ في الموقع، صح؟ مش هنتعلم المشروع ده كده؟ يعني مش هناخد كده في الدوره دي؟ ان احنا لوحه الناس هتنفذها في الموقع. بتاخد زي ما هي مالكش دعوه باي حاجه. طيب هنعمل الكلام ده ازاي؟ يبقى انا اماكن الاعمده انا ما عنديش فيها مشكله، محتاج بس اشوف اماكن الاماكن بتاعه البلاطه، حدود البلاطه. ايه حدود البلاطه؟ حدود البلاطه هي الواجهه الخارجيه، صح؟ والمناور. ما هي حدود البلاطه، صح؟ ما هي البلاطه هتنقطع عند المنور وهيبقى ليها حدود خارجيه. تعالوا نشوف هنعمل الكلام ده ازاي. تعالى كده نطفي اللاير بتاعه الاعمده. نقول له هنا لي اوف. نقف عليها كده، غالبا مش هتقدر تطفي. غالبا مش هتقدر تطفي، ليه مش هتقدر تطفي؟ لانها معمول لها بلوك، وما دام معمول لها بلوك لازم نختارها بامر فلتر. نقول له هنا اف اي، ونقول له اد كلير الاول، ونقول له اد سعادتك كده هنا، ونقول له ايه؟ هات لنا البلوك اللي اسمه سي 1، وامسح كل حاجه ثانيه ليها علاقه باي حاجه. عشان لو انت ما مسحتش حاجات ثانيه هيرجع يختار هو بس. بالمناسبه يعني شوف علم كده، اختار لك كل الاعمده اللي اسمها ايه؟ سي 1. تعالى كده على اي لير من اللير بتاعتك، وليكن مثلا اي لير هي الاكسس مثلا دلوقتي. اوكي. ده حتى غتيت ما خفهمش. مش مشكله خالص، مش مشكله. تعالوا نحولهم احنا لبلوك. نحولهم احنا لنفسنا لبلوك، وبعدين نتحكم فيه زي ما احنا عاوزين. نقول له هنا اف اي. اف اي. هو معمول على لير ايه اصلا الاول؟ معمول على لير اسمها اكسس. واللير دي مطفيه. نقول له هنا ليه ايزو وتعالى عليه بس ظهران. طبعا خفايا عشان هي الاكسس مخفيه. افتح بس دي خفاهم برضه غتاته بس مش اكتر. مش مشكله. اف اي وانتر، وبعدين ابلاي، علم على دول كلهم تاني، وبعدين اعمل لهم موف ام وانتر، بعدين ام وانتر على كده يا باشمهندسين. ناخدهم من هنا بره كده، تمام. وحاجه ثانيه لسه جوه؟ لا خلاص كده. انا بس عاوز افضي الحدود الخارجيه لحسن يكون الخط مقطوع عند حته معينه ولا حاجه. ما انا عشان افضي الحدود الخارجيه يا باشمهندسين عندي اختيار من الاثنين، امشي عليهم ببولي لاين. ما انا محتاج الحدود الخارجيه بولي لاين، بس المشكله كلها ان البولي لاين هتمشي عليه بالدوريات ازاي؟ يعني الحاجات المدوره دي هتمشي عليها بخط ازاي؟ هتحولها في الاخر لخط، وانا مش عاوزها خط، انا عاوزها كده. هنعمل ايه بقى؟ ركزوا كده معايا، هنعمل ايه؟ هنعمل امر تي ار وانتر. انتر مرتين، امر التريم ده بيتعمل له مرتين انتر، ماشي؟ وبعدين نقطع من هنا ونقطع من هنا
افضي بس الحدود الخارجيه. انتوا معايا؟ افضي بس الحدود الخارجيه. افضي الحدود الخارجيه من هنا وتعالى بص بص ده حد خارجي اهو. ده حدود خارجيه هي مش مهندسين. انا همشي اصلا على الحدود دي كده من بره. الناس مركزه معايا؟ نعم. فين اللي بعد العمود؟ هنا؟ ما انا عاوز امشي من هنا للبلاطه. انت قصدك امشي دي؟ نفضيها صح. نيجي من هنا كده. انتوا مركزين معايا؟ انا عاوز اخد الحدود الخارجيه للبلاطه بس يا باشمهندسين بس مش اكتر. وبعدين من هنا ومن هنا كمان ومن هنا كمان عشان بس الحدود الخارجيه للبلاطه تبقى فاضيه. ماشي مجرد بس افصلها عشان مفيش خط معايا يتصل معايا لما اجي اعمل لها بي ايديت. في امر اسمه بي ايديت بيوصل الخطوط ببعض بس. طبعا انا ممكن انا الامر فيلت بقى من هنا وخلاص لان دي ده خط مستقيم فيلت من هنا لغايه اخر واحد هنا كده. هيعمل ايه هو؟ هيوصل لي الخطوط كلها ببعض. خلص الموضوع على كده. طيب لو انتوا خدتوا بالكم في شبابيك عاوز امسحها ازاي؟ بفلتر اف اي انتر اقول له كلير واقول له اد وبعدين تعالى كده هو اسمه ايه؟ اسمه دبليو 2 دبليو 2 واقول له ابلاي وارجع ورا كده واعلم على الرسمه كلها انتر يختار لي كل الشبابيك اللي عندي اقول له ايه وانتر. ماشي؟ بقول له ايه بقى؟ اقول له تعالى سعادتك امسح لي دول كده ووصلهم ليه ببعض. اكستنت بقى انت اللي انت عاوزه يعني اللي رايح تعمله. عاوز تعمل اكستنت، عاوز تعمل امر فيلت اللي انتوا عاوزين اعملوه. يعني ممكن نعمل امر فيلت وممكن نعمل اكستنت بالمناسبه يعني. ما ده لسه هنعمله دلوقتي. جوين ده لسه احنا هنعمله دلوقتي. احنا ممكن نيجي من هنا كده ونيجي نعمل فيلت كده. انا بعمل كده يا باشمهندسين عشان الناس بس لو زهقانه. انا بعمل كده ليه؟ عشان انا لو خايف امشي على الحدود الخارجيه للبلاطه انسى حد منهم. فلما يجي التنفيذي لما يجي الناس ينفذوا يلاقوا جزء من البلاطه اصلا مش موجود. فدي انسب طريقه عشان تحافظ على البلاطه كلها موجوده معاك. بس كده انا غالبا يعني غالبا فضيت البلاطه بتاعتي زي ما انا عاوز كده. اجي اعمل ايه بقى؟ مش ده مانوار؟ اقول له ار اي سي وانتر كده مانوار. خدوا بالكم ان احنا بنرسم على لير اسمها كولا. احنا بنرسم على لير اسمها كولا اهو. مش ده مانوار؟ طيب وده مانوار؟ اوعى انساه بس مانوار اهو. في عندي حاجه ثانيه فتحه ثانيه؟ الاسانسير. هي دي انهي رسمه دي؟ احنا غيرنا. احنا كنا بنرسم على دي وغيرنا في دي. مش مشكله. ماشي احنا شغالين في دي دلوقتي. احنا كنا هنا رسمنا شير وول لو انتوا فاكرين اصلا في الرسم. بس احنا بدل نسينا واشتغلنا على دي بدل دي. احنا كنا رسمنا هنا شير وول فاكرين؟ شير وول دي الجزء بتاع التصوير ده فتحه عندي صح؟ ولا مش واخدين بالكم منها دي؟ تمام. قالوا بس نفتحها هنا فوق كمان مش هتفرق معانا. قالوا نفتحها فوق مشكلة. ممكن اخدها بكوبي تاني حتى بعد ما اخلصها يعني. ماشي؟ طيب. وبعدين ايه تاني يا باشمهندسين؟ عملت انا فضيت الحدود، عملت وصلت الحدود الخارجيه للبلاطه كلها مع بعض. انا هعمل ايه سوليد سكراب دول؟ اخلي بس كمرهم، اخلي بس الحيطان بتاعتهم. واعمل وامسح كل الباقي. وما انساش يا باشمهندسين اكون واخد كوبي من المعماري عشان انا بشتغل على معماري هبوظه. انتوا فاهمين؟ انا بشتغل على معماري دلوقتي. معماري دلوقتي مش هو ده اللي انا هرجع له تاني. لا انا واخد منه نسخه بس. انا هفضي بس كل دول كده من جوه. كل ده انا مش مهم عندي في حاجه اصلا. كل ده انا مش مهم عندي. المشكله كلها المعماري ده كان ممكن يريحنا قوي امتى؟ لو كان راسم الحاجات دي على لير. لو هو كان ما هو اللي خلينا عملنا كده ايه مثلا؟ هو لو كان عامل حدود للبلاطه كلها. في معماريين كتير تيجي تلاقيه راسم البلاطه على لير لوحدها. حدود البلاطه على ليا، فما يخلينيش اعمل الموضوع ده خلاص كده، الموضوع بيبقى خلص بالنسبه لي. طيب. وبعدين اقول له امر اسمه باوندري. بي او انتر. بي او انتر ده بيعمل ايه؟ بيحول اي شكل مقفول، بيحول اي شكل ليه خطوط مع بعض لشكل مغلق متماسك، يعني لو انا عملت شويه خطوط كده لاين 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 كده ووصلتهم ببعض، كل واحد منهم عباره عن ايه؟ بس، لو انا عملت امر اسمه باوندري بي او انتر ورحت جاي عامل اد بيك نقطة هنا يعمل ايه بقى فيهم؟ يحولهم خط. فالامر ده مهم جدا. في امر تاني
لو انا عملت لهم اكسبلود يعني فجرتهم حولتهم لطوب تاني. في امر تاني بيعمل نفس الحاجه برده بنفس الشكل اسمه ايه؟ بي اي بي اديت بي اي وانتر وعلم عليهم كده علم على اول خط اهو عاوز اختارهم ايه؟ جوين وعلم عليهم كده وانتر وجوين تاني وانتر خلاص. طب وبعدين كنترول شيفت بي. اه طيب ممكن طيب تعالوا بص يا مهندسين تعالوا نعمل الكلام ده على الرسمه بتاعتنا. اقول له بي اي وانتر يا مهندسين بي اي وانتر بي اي وانتر اهو في مشكله كده ورحت جاي قايل لك بيقول لك اختار اي خط من اللي انت عاوز تعملهم. اقول له اختار الخط ده وبعدين انتر واقول له ايه جوين يعني وصل الخطوط ببعض واجي من بره كده واعلم على الرسمه بتاعتي كلها واقول له انتر انتر كمان. هيعمل هو ايه في حدود البلاطه الخارجيه؟ هيحولهم كلهم خط واحد. لما يحولهم كلهم خط واحد بصوا هاجي من بره واعمل ازاي؟ هاجي من بره واعمل ازاي؟ ما انا اصلا مش كل ده مش محتاجه في حاجه. همسح كل الحاجات الزياده دي اصلا مش محتاجها في حاجه. وصلت كده ازاي نعمل الفكره في ايه يا باشمهندسين؟ الفكره ان انا حافظت على شكل البلاطه ما لعبتش في اي حاجه بقى. يعني المعماري مديني شكل انا اصلا ما عملتلوش اي حاجه تاني. لو انا عاوز احطه على ليه خلاص احطه على ليه. احنا الكلام ده هنتكلم عليه ساعه ان شاء الله ساعه ما نعمل ساعه ما نيجي نشتغل ان شاء الله في التشطيب اللي هو والكلام ده كله. بس خلاص انا ضمنت ان حدود البلاطه عندي ما فيهاش مشكله خالص. طيب ايه تاني؟ طبعا انا عندي احنا اتفقنا مع بعض ان احنا هنعمل دول كاميرات. الجزء ده كاميرات. طيب كاميرات وصلهم مع بعض وصل دول كده مع بعض والدايمنشن ده انا عاوز امسحه. طبعا احنا ماسحينه تحت بس احنا ايه بس احنا اشتغلنا على الرسمه دي خلاص. يو انتر. طيب تعالوا بس معلش تعالوا ننقل الشير وول دي بدل ما نرسمها من تاني. تعالوا ننقلها ودي كمان احنا عملنا لها سيرش. تعالوا ننقلها ننقلهم من هنا كده كوبي اهو من هنا اهو يا باشمهندسين ونحطهم فوق. بس احنا عملنا عدلنا فيهم دول فاكرين احنا عدلنا فيهم اصلا في الرسمه دي. وتعالى من هنا كده امسح دي خلاص ما احناش محتاجين. نسينا نعمل الامر اللي احنا عملناه قبل كده بتاع سيبريت هاتش. الهاتش متصل مع بعض اهو. تعالى من اوبشن وسيبريت هاتش فصلهم على بعض كده خلاص. اي وانت خلاص خلص الموضوع كده والشير رول بتاعتنا جت اهي كمان اللي احنا عاوزينها. واضح كده ولا فيها مشكله؟ ممكن ننقل ده كده فوق. ايه تاني كمان؟ الباب ده انا مش محتاجه في حاجه والباب ده برده انا مش محتاجه في حاجه. واعمل لي ايه اكس وانتر انتر وصلهم كده ببعض ماشي. وتعالى على دول كده وصلهم ببعض ماشي. وتعالى على دول كده برده وصلهم ببعض وامسح كل الزيادات دي كده. شيفت شيفت يعمل تريم. شيفت يعمل تريم. شيفت اهو يعمل تريم. ده حدود البلاطه. انا اللي عملته عشان احدد البلاطه. ما دي فتحه يا باشمهندس كريم. دي فتحه في السقف. لازم تدمها فتحه في السقف. احيانا لو انا شلت الخطين الخضر دول والخط الازرق بننسى ان هي فتحه ونعملها كانها بلاطه في السقف. يعني بنيجي ندخلها في السقف بنيجي ندخلها بلاطه تعمل لنا مشكله على طول. ماشي؟ فده انسب حاجه ليه. بعد كده هتعمل ايه بقى؟ تعالوا نمشي على جزء جزء كده. طبعا كمرة السلم دي بالذات حتى لو انت عامل الكمر كله 25 الكمر دي ما تعملش 25. ليه ما تعملش 25؟ عشان ما تضايقش السلم. الكمرة دي يا باشمهندسين بالذات ما تعملش 25 ابدا حتى لو انت عامل الكمر 25 عشان ما تضايقش الايه؟ السلم بتاعك. طيب انا مباقي الحوائط ليه معايا؟ مباقي الحوائط لان هي دي الحوائط دي هي دي المهمه بالنسبه لي اللي هتقول لي مكان الكاميرا لو انا هعمل سلم سلاب. وده اللي مخلي السبب اللي مخليني بقى الحيطان بتاعتي. تعالوا كده ننقل الاعمده بتاعتنا عشان نطمن ان احنا نقلينها صح. عشان نطمن ان احنا نقلينها صح نعمل ايه؟ تعالوا ناخد العمود ده كده ناخد كوبي كده من هنا كده مثلا. تعالوا كده علم عليهم كلهم تاني كده. طبعا لو هو كان راسمهم على لير من الاول كان ريحنا. يعني لو المعماري اصلا كان راسم على لير من الاول كان ريحنا. بس انا خايف اجي الاعمده ارحل منهم حاجه فخدت عمود من تحت انديكيشن من المعماري اللي انا ما غيرتوش معايا كده يا باشمهندسين.
عشان بس اضمن ان انا مكان الاعمده ما الاعمده سايحه في الدنيا هنا لحسن واحد منهم يتحرك واحد منهم يجرى له حاجه. دايما تركز يا باشمهندسين ان شغلك كله يبقى دقيق بالشكل ده، انك ما تنقلش عمود في مكان عمود، ما تنقلش حاجه مكان حاجه، وكل واحد وليه اسلوبه. يعني انا دايما ضد ان ايه اعمل الحاجه الفلانيه واعمل الحاجه الفلانيه، اللي عنده فكره احسن من كده يعملها، واللي شاف طريقه احسن من كده ما فيش مشكله. الفكره كلها انك انت تحافظ على اماكن العمل انها ما تتغيرش. تمام. طيب تعالى بقى كده تعالى كده هنا. احنا ممكن على فكره كنا ممكن نخلص الموضوع ده كله بامر مالتي لاين. امر مالتي لاين اللي هو بيعمل خطين مع بعض دول، وكنا خلصنا بيهم الموضوع من البدايه. يعني كنا جينا عملنا هنا من كاميرا حددنا السمك بتاعها وعملناه، بس بما اننا مشينا مع الحيطان خلاص مش مشكله. المهم عندي ايه بقى دلوقتي؟ المهم عندي ان انا اشوف مين شايل ومين متشال. ده شايل ده متشال، ده شايل ده متشال، ده شايل ده متشال. فيها مشكله كده؟ طيب هنا هتعمل كاميرا؟ هعمل كاميرا، ما انا محيط هعمل كاميرا. بعض الناس بيقول لك لو الكاميرا صغيره مش مستاهله يعني تتعمل كاميرا، ممكن تعملها حضرتك فواتير. ماشي. انت عاوز تعمل كده يعمل. هو لو الاسمنت اقل من 3 متر. نعم؟ لو اقل من 3 متر تعمل. ماشي. الكاميرا هتسد عليها. ماشي خلاص، هنفترض الكاميرا دي هتسد عليها. حاجه يا باشمهندسين، سيبك بس الموضوع ده يا محمود خالص. حاجه يا باشمهندسين من الحاجات المهمه جدا، المقاومه بتخلي المنشأ بتاعي ستيف قوي او قوي جدا، الستيفنس بتاعته عاليه والانرشيا بتاعته قويه، ان انا اربط الشير وول مع بعض بكاميرات عميقه شويه، او اربط الكور نفسه. عارفين الكور ثلاث حيطان والحيطه الرابعه مفتوحه. حاول بقدر الامكان انك تعمل الكاميرات اللي بتربط الحيطان ببعضها تكون تقيله شويه، عشان تضمن ان هم لما يجي يتحركوا مع بعض. لما يجي يتحرك الحيطه عارفين وجود هنا كاميرا تربط الباب ده كده، تخلي الكور كله كانه اربع اطباق مش ثلاث اطباق. يعني تخليه حاجه زي البوكس سيكشن كده، فتضمن ان انت شغلهم مع بعض. ولما يكون عندك شيء بول كده بالشكل ده كده، ويكون قدامها او قريب منها شيء بول ثانيه بالشكل ده كده، حاول برضه تربط ما بينهم بكاميرات، عشان لما دي تتحرك بنفس الحركه، فيضمنوا ان هما كانهم حوائط متصله. هنعمل الكلام ده هنا ازاي؟ هنعمل الكلام ده، انا عندي دول اتنين شير وول اهو، اربط بينهم بكاميرا هنا، الكاميرا دي تبقى 12 ولا 25؟ لا، تبقى بعرض الحيطه كلها. لو انا هعمل الحيطان 25 اخليها 25، لو انا هعمل الحيطان بتاعتي لا، لو انا هعمل حيطان الشير وول، لو انا هعمل الحيطان بتاعتي 30 هي الكاميرا نفسها تبقى 30، ام ال وانتر، اس وانتر، قول له هنا بوينت 25 وانتر. عارفين انتوا امر مالتي لاين يعني. نيجي من هنا كده لان انا ماسك من تحت، نيجي من هنا كده يمسك من فوق. طبعا هو المعماري عامل الحيطان 20، مش عارف هو عاملها ليه 20، بس مش مشكله. وليكن هنضطر احنا مبدئيا نخلي كاميرات زيه لغايه ما نعمل تصميم. احنا اصلا هنخليها 25، هنعرفها 25 لما نيجي نعرفها. طيب وتعالى من هنا برده، دول كده اثنين برده محترمين كده مالتي لاين كده، واربط لنا برده ما بينهم عشان الاثنين دول يتحركوا مع بعض. طيب يا باشمهندس، وهنا دول الـ 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 الاجنحه بتاعت الكور. تعالى من هنا كده، ايه ده؟ ملاحظين المعماري عمل ايه؟ المعماري مخلي طول كور اكبر من طول تاني. شايفينه يا باشمهندسين ولا مش شايفينه؟ بصوا كده في اللوحه بدليل. طب انا هعمل ايه؟ لا، انا ماليش دعوه بالكلام ده، انا وصل اخلي الاثنين قد بعض. انتوا فاهمين؟ انا اوصل الاثنين ببعض، ما اخليهمش قد بعض ليه؟ انا اخليهم قد بعض. ايوه، اتاكد من فتحه الباب. الله ينور عليك. لو انت اتاكدت من فتحه الباب من المعماري، يعني لو انت خدت من ده كده كوبي، لانك انت طبعا لو بدات تظهر اي حاجه دلوقتي هتلاقي الدنيا كلها اتظلمت تاني. كوبي كده من ده، كوبي بس، وقول له لي بريفيوس او لي اون. لي اون، الباشمهندس محمود فكرنا بامر لي اون. لي اون فتح لك الليير بتاعتك. طبعا احنا في حاجات مسحناها، تعالوا نبص على اللي تحت هتلاقوه احسن. الكور ده ينفع يتفتح؟ ينفع يتفتح، ما هي دي كبيره اهي، ما فتحه الباب كبيره اهي، من هنا لغايه هنا دي كام؟ متر و70. يبقى ينفع الكور ده يجي كده شويه عشان تحافظ على انتظام. ودي بقى اللي احنا بنقول عليه، ان انت تكون فاهم يعني ايه ستكل سيستم. مهم جدا انك تكون فاهم يعني ايه ستكل سيستم، ما ترزعش نفس الحاجات اللي عاملها المعماري، حتى لو هو انت يعني لو انت ليك ملاحظات عليه لازم تراجع الملاحظات دي. يعني هو لما جه عمل الكور حاجه عجيبه جدا برضو هنا، يعني من ضمن الحاجات اللي احنا كنا شايفينها غريبه جدا لما جينا اشتغلنا في البرج ده. هو راح جاي عامل الكور مش عاملهم الاثنين قدام بعض، ليه مش عارف؟ احنا مش عارفين ليه.
ما اعرفش الخط اثر معايا ولا مش عارفين ايه السبب. الحاجه الثانيه لما جه يعمل الباد يعني ده يعتبر مش غلطه بالنسبه للمعماري على فكره، لان هو المعماري حر يحط عمود مطرح ما عايز، انت كده كده اللي مسؤول على العماده مش هو، يعني انت اللي مسؤول على العماده مش هو، لكن غلطته الكبيره هنا في الباب لما عمل الباب متر، دي غلطه كبيره فعلا يعني. تمام؟ بس انت بتراجع مفيش مشكله خالص، تعالى كده خلاص احنا اصلا قلنا ده فتحه ما احناش محتاجين الكلام ده في حاجه. اللي مش معمول لها بولي لاين. لاحظتوا؟ ماشي مش مشكله خالص. انا ربطت هنا بكمرات، طيب الكمر دي هتتشال ازاي؟ لازم تيجي كده. ملاحظين يا باشمهندسين؟ طيب السلم انا بحتاج مين؟ بحتاج انهي خطوط فيه؟ السوليد ولا الداش؟ الداش. طيب تعالى كده من هنا كده، ودي برضو احد مميزات السهم الجميله ان هو بيشاور لك على كل خطوط مره واحده، فسعادتك بتخلص ايه؟ من الموضوع بدري كده. تعالى من هنا كده من الفتحه اللي هي ما بين الخطوط اهو، شايفين انا واقف فين؟ في الفتحه اهو، علم ادي الخطوط كلها اخترناها. طيب انا يا باشمهندس بقف على انهي خط من الخطوط دي؟ احنا تقريبا مسحنا هنا خط بالغلط. معلش تعالوا نيجي هنا كده ناخد منها هو اصلا مكمله مش مشكله، ناخد من دي كوبي كده وتعالى ننقله من هنا وتعالى نحطه هنا كده. طب انا يا باشمهندس لما كان هو مع الخط المتصل، انا لما باجي اعمل حدود البلاطه بعمل حدود البلاطه على ايه؟ على الاولاني ده ولا جوه؟ بعمل حدود البلاطه على اخر خط. ليه بقى؟ لان هنا دي حيطه هتتبني، هتتبني على الهواء ولا تتبني على بلاطه؟ على بلاطه. يبقى انا الخط ده ما يهمنيش، انا يهمني ابعد خط، يهمني ابعد خط من الخطوط دي كلها، انا ما يهمنيش اي خط تاني. طيب اوصل بينهم اوصل بينهم بقى عشان بس المنظر وبعدين اعمل هنا اكستين وبعدين اوصل دول كده ببعض، وبرده هنا اكستين توصل دول ببعض، اكستين توصل دول ببعض، واجي اعمل هنا اكستين توصل دول ببعض. ما هي كانت واقفه هنا على سنه صغيره، فانا كملتها مش هينفع اسيبها كده طبعا. مركزين يا باشمهندسين؟ طيب احنا على فكره بنراجع نظام الانشائي تاني، يعني للناس حتى اللي ما ركزتش في الاول مره، ادينا بنراجع نظام السلم ده انا مش محتاجه في حاجه، السلم ده محتاجه في حاجه. لا تعالوا نفضي دي كده بس، تعالوا نفضي ده كده عشان بس اديناها بعد معايا بلاط. لو هو حديد انا مش محتاجه، يعني لو المالك قال لك ان انا هعمله حديد، قال ان انا هعمله حديد خلاص مش محتاجه في حاجه، لو قال ان هيتعمل خرسانه لازم يدانه زي ما هو كده، والخطوط دي تتمسح خالص ويتبقى الخط الايه؟ خط واحد بس من الخطوط، خلاص مش مشكله. خط اللي جوه ما مش حاجه اتمسحت عشان هو عاملهم خط واحد اصلا. ماشي هنعمل بس احنا ايه اكس وانتر وصلهم كده بس ببعض، وصل دول ببعض، وصل دول ببعض، احنا كده من هنا كلام بعدين اكستنت تعالى دي كده مش مشكله، وتعالى امسح لنا ده انا يهمني انهي خط فيهم ابعد واحد، يعني انا يهمني ابعد خط فيهم، كل الباقي ده ولا ليه اي لازمه عندي. زيته صح؟ تمام ده كده مش هيفرق معانا عشان كده خلاص. انا بس يهمني في السلم كله ان يكون عندي خط واحد بس يا باشمهندسين، هو اصلا مش مدي اي اهتمام للسلم ده، يعني هو اصلا المعماري مش عامله خطين اصلا، هو المفروض يعمله خطين عشان انا امسح واحد وباقي واحد، بس هو مش عامله كده، بس مش مشكله مش هتفرق معايا كتير يعني. طيب الكاميرات دي كده تكمل، طبعا تكمل عندي جار وتلات شوارع، اعمل ايه في الجار اللي عندي؟ كاميرا على طول. عندي جار اعمل كاميرا يا باشمهندسين، ركزوا معايا، عندي جار ما ضيعش الفرصه دي واعمل كاميرا، اقول له ام ال وانتر اس وانتر بوينت 1 2 و وصل دول كده ببعض، طبعا من فوق اسف ما هو امسكهم كده، اقول له بس جي وانتر عشان يمسكها لي من تحت بدل ما يمسك، وتعالى كده لغايه الاخر. ماشي اللي انا عملته ده اسمه ايه؟ اسمه النظام الانشائي. اماكن الاعمده كلها موجوده، اماكن الكاميرات كلها موجوده، الشايل والمتشال موجود، والجزء اللي انا هعمله سوليد موجود بكاميراته، والجزء الباقي كله هعمله انا فلات. طبعا الدايمنشن ده كله يتمسح والحاجات دي كلها تتمسح برده في النظام الانشائي، انا عاوز بس الخط الازرق بس. نعم. ليه ما كملتش هنا؟
عشان خاطر في بروز. بص انت قصدك اعمل كاميرا كمان على بره صح؟ لا ما هو بص بص على المعماري، بص على المعماري هتيجي تمشي كاميرا فين؟ ما دي ما دي ما دي غرفه اهي. لو انت جيت مشيت كاميرا هنا، تعال بس نطفي لكم دي عشان تشوفوها. الباشمهندس بيقول ايه؟ بيقول اشمعنى الجار بالذات اللي انت مركز معاه في الكاميرات؟ عشان هو المسموح ليه بس في الكاميرات، لانك انت لو جيت تربط الاعمده الثانيه بكاميرات، لو انت جيت تعمل هنا كاميرا هتنفع هنا اه، لكن هتيجي تكملها هنا مش هتلاقي عارف مش نافع تكمل، لانك كده دي وقعت في نص الاوضه. فاهمين؟ ايه؟ ينفع ايه؟ لا بقى ما لو هتقعد بقى تعمل كاميرات وتمشي فيها تبقى تعملها سوليد زي محمد بيقول وخلاص. طيب عندك بروز زي ده هتعمله ازاي بكاميرات؟ مش هتعرف تعمله بكاميرات. فعشان كده الحل المثالي هو الفلات في الحاجات دي. طيب بكده يا باشمهندسين بكده الملف بتاعنا بقى كده، الملف ده اسمه الملف النظام الانشائي، احنا عملنا كده ملفين نظام انشائي اللي فات والمشروع ده كده النظام الانشائي بتاعك لسه. ان شاء الله المره الجايه هنبدا في ايه؟ هنبدا في تصديق في عمل ملف الدي اكس اف وتصديره للسماء على طول يوم الاربعاء ان شاء الله اللي بعد بكره، ونخلص الاكشنات ونشوف ازاي هنعمل تصميم. بس بعد اذنكم، بعد اذنكم الساعه 12:30، محدش يتاخر على 12:30 يوم الاربعاء ماشي؟